مراكز الشباب فيها إقبال كبير جدا خلال أيام العيد، وده بسبب مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر اللي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمختلف المحافظات. خلونا نعرف أهم فعاليات المبادرة. معانا على التليفون الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على كل الشعب المصري وعلى القيادة السياسية. في البداية حضرتك وضح لنا ما تشتمل عليه مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر وفعاليات الاحتفالات كمان. يمكن هي مبادرة مهمة جدا أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل مراكز الشباب. العيد أحلى داخل مراكز الشباب، واللي شهدت إقبال كبير جدا من كل المواطنين بجميع طوائفهم خلال أول يوم العيد وتاني يوم العيد، واللي تخطى ما يقرب من 1.5 مليون مواطن حتى الآن. يوم ترفيهي بيتم تنفيذه داخل مراكز الشباب حتى الساعات، يعني حتى بالليل، يعني حتى العشاء كده بيكون هناك اقبال على مراكز الشباب من خلال بقى الاحتفالات والانشطه والبرامج اللي بتتنفذ داخل مراكز الشباب. طبعا المبادره بتهدف لرسم البسمه والسعاده على وجوه الاطفال والمواطنين بالنجوع والكره، وكمان مراكز الشباب المدن، وكمان ابراز دور الوزاره في الاهتمام بالعنايه بالنشء والشباب ورعايتهم رياضيا وثقافيا واجتماعيا. كمان من بعد ما تم تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمه مجتمعيه، دور كبير جدا بتلعبه مديريات الشباب والرياضه في تنفيذ المبادره من خلال كمان المنسقين الاعلاميين اللي بيتبعوا مديريه الشباب والرياضه في كل المحافظات، واداء هام جدا للتغطيه اللحظيه لهذه المبادره، وابراز كمان حجم الانشطه اللي بتتم لاهالينا في مراكز الشباب في كل حته في مصر. طيب حضرتك المبادره دي هل مستمره في العيد فقط ولا هتستمر بعد كده؟ يعني بعد العيد هنفضل مستمره، خاصه ان احنا في اجازه صيفيه. هو تحديدا طبعا احنا دائما ابدا في المناسبات والاعياد الرسميه بيكون في احتفالات ذات طابع خاص داخل مراكز الشباب، وبيتم فتحها بعد توجيه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بفتح مراكز الشباب امام كل الاعضاء وكل المترددين على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد، وكمان اجواء العيد المبهجه، وكمان ادخال السرور على اهلنا في المحافظات. كمان خليني اقول لحضرتك وللساده المشاهدين ان في كمان هناك مسابقات وتوزيع هدايا مجانيه على الاطفال في مراكز الشباب. طيب مين القائمين على تنظيم المبادره دي بكل محافظه؟ اللي قائم على تنفيذ هذه المبادره مديريات الشباب والرياضه، وكمان الادارات الفرعيه اللي تابعه لمديريات الشباب والرياضه ومجالس ادارات مراكز الشباب. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه.